معكم الفنان بهيني ابو طه. انا جيت مسرور بالحضور ديالي في الحفل ديال الاعذار اللي تتنظمه جمعيه نهضه زناته للتنميه والتضامن بالشراكه مع اللجنه الاقليميه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بعمليه المحمديه. عمليه الاعذار هذا العام هذا 2017 لفائده مجموعه من الاطفال ابناء العائلات الفقيره والايتام ينتمون الى مناطق عين حروده والشلالات سيدي موسى المجدوب واطفال المهاجرين، وانا جيت مسرور بزاف وشكرا.